إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون أمة واحدة، ونسمع جميعا ونتابع ما يعانيه أهلنا وإخواننا في غزة من العدوان الغاشم من الصهاينة ومن والاهم على أهلنا وإخواننا في غزة، الذين بذلوا ما في وسعهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ورد عدوان المعتدين عليه، محتسبين في سبيل ذلك ما ينالهم من الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق إلى أن تقوم الساعة، وأنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس، هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وغزة من أكناف بيت المقدس، ونسأل الله تعالى أن تكون الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق، أن يكون أهل غزة منهم، فإنهم ما قاموا بما قاموا به إلا ثأرا لأهلنا في بيت المقدس ولما أصابهم في بيت المقدس، ومحتملين
ما يتوقعونه من الأذى من جراء ذلك لا يضرهم بإذن الله تعالى من خالفهم أو خذلهم. وبيت المقدس أيها المسلمون له منزلة عظيمة جليلة القدر في ديننا، فهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة، والحديث في صحيح البخاري. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع في الأرض لله عز وجل لتوحيده وعبادته، وأنه بعده المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. وقد ذكر شراح الحديث وأهل العلم أنه أول من بنى المسجد الحرام آدم عليه السلام، ثم إنه أيضا هو الذي بنى المسجد الأقصى في بنيانه الأول كما بنى المسجد الحرام في بنيانه الأول. ثم تتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عمارة المسجد الأقصى وتجديد بنائه كل من هدم أو احتاج إلى تجديد البناء. فممن بناه إبراهيم عليه السلام ومعه ابنه وابن ابنه إسحاق ويعقوب عليهما السلام، ثم جدد بناءه بعد ذلك نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة بناء سليمان عليه السلام للمسجد الأقصى. فجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى سليمان بن داود عليهما السلام المسجد الأقصى سأل الله عز وجل ثلاثا، سأله حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يخرج أحد من بيته ليصلي في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث في سنن النسائي وغيره، وهو حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأما الثالثة فأرجو أن يعطاها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدعا ثلاث دعوات، أما الدعوتان الأوليان فقد أعطيهما عليه السلام، فأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه حكما يصادف حكمه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ففهمناها سليمان. ويرجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمول من الله عز وجل في إجابة دعوات أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أن تكون الدعوة الثالثة مستجابة، أنه لا يصلي في المسجد الأقصى أحد صلاة إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والصلاة فيه تضاعف، ورد في بعض الأحاديث أنها تضاعف 500 صلاة، وفي بعضها أنها تضاعف 250 صلاة. والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، كان قبلة الأنبياء السابقين جميعا عليهم الصلاة والسلام، يستقبلون صخرة بيت المقدس مثل استقبال المسلمين للكعبة، فكانوا يستقبلون بيت المقدس وصخرة بيت المقدس تحديدا لمن كان داخل المسجد الأقصى. ثم استمر الأمر كذلك في الفترة المكية لنبينا عليه الصلاة والسلام،
طيلة الفترة المكية كانت قبلة المسلمين هي بيت المقدس، المسجد الأقصى. ثم بعد الهجرة 17 شهرا والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن نزل تحويل القبلة، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض المحشر والمنشر، وهو الأرض، هو جزء من الأرض المباركة، أرض الشام. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالمسجد الأقصى فضائله عظيمة جليلة القدر، وإخواننا في غزة ما أصابهم ما أصابهم إلا أنهم لم يقبلوا بانتهاك حرمات المسلمين في المسجد الأقصى، وقاوموا ودافعوا بما في وسعهم، محتسبين عند الله تعالى ما يصيبهم من جراء ذلك. والمسلمون أمة واحدة، لا نرضى بما أصابهم. المؤمن للمؤمن كما يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فالمؤمنون لا بد وأن يتكاتفوا مع إخوانهم في غزة، وأن يعينوهم بما يقدرون عليه وما يستطيعون بالدعاء وبالمساعدة بكل ما في وسع المسلمين من المساعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في غزة، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يحرر المسجد الأقصى. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد حرر المسجد الأقصى على يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذهب إلى بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس، وذلك 15 للهجرة النبوية الشريفة في أيام خلافته رضي الله عنه. وظل المسجد الأقصى في حوزة المسلمين إلى أن احتل من قبل الصليبيين الذين تمالؤوا وتجمعوا من أنحاء الأرض واحتلوا جزءا من أرض المسلمين واحتلوا المسجد الأقصى، وذلك 492 للهجرة النبوية الشريفة. وظل المسجد الأقصى بحوزتهم نحو 91 سنة إلى أن حرره الله سبحانه وتعالى على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في معركة حطين التي كانت في 27 من رجب 583 للهجرة النبوية الشريفة. فتحرر المسجد الأقصى وظل بيد المسلمين، ثم سقط مرة أخرى ودنسه الصهاينة المجرمون. والله سبحانه وتعالى قادر بمنه وكرمه عز وجل أن يعيد فتحه مرة أخرى على يد من يصطفيه الله عز وجل لذلك من عباده الصالحين. ولكن هناك خطوات للنصر والتمكين
أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا قبل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستتداعى على هذه الأمة في آخر الزمان رغم كثرة عدد أمة المسلمين. فجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الذي أضعف المسلمين وأدى بهم إلى أن تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فمن المخرج من ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليلقين في قلوبكم الوهم حب الدنيا وكراهية الموت. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي أصاب المسلمين وأضعف شأنهم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وألا تتعلق قلوبهم بالدنيا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، إذا أراد المسلمون النصر فالسبيل إلى ذلك أن ننصر الله عز وجل حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ونصر الله عز وجل بنصر دينه وبنصر أهل دينه الثابتين عليه، وبطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن نصرنا الله عز وجل نصرنا الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وكذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 5 أسباب للنصر والتمكين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأن نكثر من ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل. ثم بعدها طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ترك التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وأن تجتمع كلمة المسلمين على طاعة الله تعالى وعلى خدمة دين الله عز وجل ونصرته. ثم الصبر، فإن النصر مع الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون المؤمنون من أهل الصبر. وكذلك قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة، ذكر كثير من المفسرين أن كافة تعود على المؤمنين، يعني على المؤمنين أن يكونوا مجتمعين متحدين وهم يقاتلون أعداءهم، يقاتلون المشركين. كما أن المشركين تجتمع كلمتهم ويتحدون على قتال المسلمين، ونرى ذلك جليا في هذه الأحداث.
حيث تتداعى الأمم ويتناسون ما بينهم من الخلافات ويجتمعون على نصرة أعداء الإسلام وعلى قتال المسلمين، فنحن أولى بذلك منهم أن تجتمع كلمتنا وأن نتناسى ما بيننا من خلاف وأن نتحد للأخذ بالأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على النصر والتمكين. أيها المسلمون، رغم المصاعب والشدائد التي تواجهها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، إلا أن العاقبة للإسلام والمسلمين كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر أمتك بالنصر، بشر أمتك بالسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، بشر أمتك بالسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. فهي بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعاقبة بإذن الله تعالى للمسلمين، لكن لا بد من أن يراجع المسلمون دينهم وأن ينصروا الله سبحانه وتعالى حتى ينصرهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده ونصره لعباده المؤمنين أن ينصر أهلنا في غزة. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وفرج كربهم يا رب العالمين، وانصرهم على من عاداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.